الموشور القائم، الأسطوانة الدائرية القائمة. نبدأ أول حاجة بواحد روماني اللي هي بعنوان الموشور القائم. ناخذ النشاط الأول، صفحة 192، قصد التعرف على خاصيات الموشور القائم. النشاط الأول، لاحظ المجسمات التالية. عندي المجسم A، المجسم B، المجسم C، المجسم D، E، والمجسم F. يطلب منك السؤال، أحط بدائرة رقم المجسم الدخيل. في المجسمات هذم عنا مجسم دخيل، يعني خارج، ما ينتميش للمجسمات هذوما. فيه ممكن خاصية ما هيش موجودة، يعني الخاصية اللي فيه هو ما هيش موجودة في المجسمات الأخرى، يعني وإلا يكون هو فاقد لخاصية تكون موجودة في المجسمات الأخرين A B و C و D و E. السؤال B، اكتب الخاصية المشتركة لبقية المجسمات. طبعا سوف أجيب عن هذا السؤال شفاهيا لأني ما يستحقش كتابة، كما كنت نحكي لكم باش نقصد التعرف على عفوا الخاصية متاع الموشور القائم. ب، لاحظوا المجسم أ شنو عندي. عندي لهنيكية القاعدتين، عندي القاعدة العلوية وعندي القاعدة السفلية. عندي ارتفاع عادي وعندي أوجه جانبية. عندي كذلك لهنيكية قاعدتين، هاوك القاعدة العلوية والسفلية كذلك، وعندي لهنايا كذلك عندي أوجه جانبية، كذلك هنايا عندي القاعدتين قاعدة علوية وقاعدة سفلية. عندي كذلك لهنايا الأوجه الجانبية، وعندي كذلك الأحرف الجانبية والارتفاع، يعني الارتفاع موجود فيهم الكل، القاعدتين موجودين فيهم الكل، الأوجه الجانبية موجودين فيهم الكل A و B و C. لو نتعدل الدي، الدي كذلك عندي فيه من فوق، عندي فيه قاعدة علوية وقاعدة سفلية، عندي فيه أوجه جانبية اللي هم ضومة، وعندي فيه الأحرف الجانبية، وعندي فيه ارتفاع. نمشي للأ، الأ كذلك عندي فيه قاعدتين، قاعدة علوية وقاعدة سفلية. عندي كذلك فيه أوجه جانبية، وعندي كذلك فيه الأحرف الجانبية اللي هم الأضلاع، وعندي كذلك فيه الارتفاع. نتعدى للمجسم F، نلاحظ في المجسم F اللي أنا هنا عندي قاعدة سفلية فقط، ما عنديش قاعدة علوية. عندي صحيح أوجه جانبية، أهم هذا 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 أوجه جانبية، عندي أحرف جانبية، عندي ارتفاعات، هاكم أمور واضحة، لكن عندي حاجة فقط موجودة في هذا الكل وماهيش موجودة في المجسم F، اللي هو كل مجسم عنده قاعدتين، هي عنده قاعدتين، هذه قاعدة وهذه قاعدة، هذه قاعدتين، قاعدة وقاعدة، قاعدة وقاعدة. هنا عندي كذلك قاعدة وقاعدة، عندي قاعدة وقاعدة، هنا عندي قاعدة سفلية برك، في كل واحد عندي قاعدة علوية وسفلية، علوية سفلية، علوية سفلية، علوية سفلية، لكن هنا عندي كان سفلية فقط ما عنديش علوية. دونك هنا هذه هو شنو نلاحظ، إذا هنا المجسم الدخيل هو الشكل هذايا نتاع الهرم، هذايا المجسم الدخيل. به اكتب الخاصية المشتركة لبقية المجسمات. بقية المجسمات الكل عندها القاعدتين اللي هما مضلعان متقايسين، عندهم أوجه جانبية اللي هي مستطيلات، هاك أوجه جانبية كلها مستطيلات، عندهم أحرف جانبية للموشور القائم يبدو متقايسين معناه، وعنده ارتفاع اللي هو طول الأحرف الواصلة بين القاعدتين، كما البيت اللي انت قاعد فيه توا يتركز على أعمدة، عند هذيك الارتفاع نتاع البيت، يعني هو اللي يتك عليه، يتك عليه الدار، فهمتوها ولا باهي مريقلين.
بينما نجي لهنايا نكتب عندي خاصية المشهور القائم بينما عندي في الواحد الروماني المنشور القائم عندي خاصيات المنشور القائم. المنشور القائم بالطبيعة عنده خاصيات أو باش نشوفوهم بالكعبة بالكعبة ونفسرها لكم. نبدأ بالخاصية الأولى، القاعدتين هما مضلعان متقايسان. هاي نفسر لكم، ناخذ مثلا مثال المجسم أ، ها هاكم هذه قاعدة وهذه قاعدة علوية وهذه سفلية. ولا هذه القاعدة العلوية وهذه القاعدة السفلية، إيش بيهم؟ قاعدتين هما مضلعان متقايسين متقايسين. الأوجه الجانبية هي مستطيلات الأوجه هذه، ها هو هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وجه هذا وجه اللي من تلك هذا كوجه، هذا وجه القدام هذا وجه التالي كوجه كوجه، إيش بيهم؟ هي مستطيلات. الأحرف الجانبية للمنشور القائم، الأحرف هي الأضلاع يعني الجانبية للمنشور القائم متقايسة متقايسة، الأحرف الجانبية نتاع المنشور متقايسة. والارتفاع، الارتفاع اللي هو هذا ارتفاع هذا ارتفاع 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 ارتفاع، ارتفاع. هو طول أحرفه هو طول أحرفه الواصلة بين القاعدتين، الواصلة بين القاعدتين. موك هذه قاعدة السفلي وهذه العلوي، الارتفاع باش هو يعني باش يوصل بين القاعدة السفلية العلوي. باهي مفهوم. نمشي توا للنشاط 7 صفحة 194 اللي هو النشاط ذا. باهي اول حاجه انا كيف نشاط 7 صفحه 194 باش نفسر لكم ومن بعد نختموا مع بعضنا بلاش ما نرجعوا للكتاب معنا. نشاط 7 سؤال A، احسب بطريقتين المساحه الجانبيه للمجسم المقابل. باهي عندي هنا مجسم حتى وكان مش باين برشا لانه الكتاب مخدوع. مجسم عندي قاعدة علوية سفلية عادي على الأخر، وعندي أوجه جانبية، عندي ارتفاع فيه أحرف به لهنايا. القاعدة العلوية متاعو في شكل مثلث به، أحسب بطريقتين المساحة الجانبية. المساحة الجانبية هي المساحة الجانبية معناها الدائرة، الدائرة بال هذيك شنو معناها مساحة جانبية. ب للمجسم المقابل، ب المساحة الجانبية هي عندها قاعدة اللي هي تشوفوا فيها توا، هذه هي القاعدة. دونك نقرا لكم القاعدة، المساحة الجانبية لمنشور قائم تساوي مجموع مساحات أوجهه الجانبية. باش تحسب المساحة الجانبية نتاع منشور قائم هي تساوي مجموع مساحات أوجهه الجانبية. ما هذا الوجه واحد وهذا الوجه اثنين وهذا الوجه ثلاثة، أنا رقمتها لكم باش نجم نفسرها لكم من بعد باش تنجموا في ساعتك تفهموها. المساحة الجانبية نتاع المنشور القائم هي مجموع مساحات أوجهه الجانبية. ما هذا وجه ما ولا لا، المساحة نتاعو المساحة الداخلية هذيك، هذه الثانية المساحة الداخلية، هذه الثالثة المساحة الداخلية. باهي هذه المساحه نتاع الوجه الاول، المساحه نتاع الوجه الثاني، المساحه نتاع الوجه الثالث، تجمعهم مع بعضهم باش تلقى المساحه الجانبيه. عندنا كذلك شنو معناتها اي المساحه الجانبيه لمنشور قائم هي تساوي جذاء محيط احدى قاعدتيه في ارتفاع. جذاء محيط احدى قاعدتيه في ارتفاع يعني تلوج على المحيط نتاع وحده من القاعدتين، يعني مش تلوج على هذه وزيد هذه، لا تلوج على واحدة من اللوطانية الفوقانية. هي المحيط نتاعو، المحيط في الارتفاع اللي هو هذا الارتفاع. واضح؟ لهنايا باش نحسب زوز طرق. ديجا هو هنا كيف القاعدة عطاني زوز طرق، طريقة هي مجموع المساحات نتاع الأوجه الجانبية، وهذا وجه وهذا وجه وهذا وجه،
المساحة نتاع هذا وهذا وهذا تجمعها تطلق المساحة الجانبية، ولا طريقة ثانية باش تطلع المساحة الجانبية اللي هي محيط واحد من القاعدتين نتاعو، قاعدة فوقانية ولا فوقانية، المحيط نتاعها، المحيط الناس الكل تعرف تحسب المحيط، هي مجموعة أضلاع على الشكل، تحسب المحيط نتاعو ومن بعد تضربوا في الارتفاع اللي هو هذا. طب ولا عندي اسس طرق، يعني اسس طرق كم باش نخدم بيهم في السؤال A. بين لنا يا ايه عندي الطريقه الاولى، الطريقه الاولى ني شنو عندي فيه، شنو باش نخدم فيه؟ باش نخدم بالطريقه الاولى، الطريقه الاولى اللي هي باش نخدم بالقاعده هذه اللي هي محيط القاعده في الارتفاع، هاي نفسها موجوده هناك، هي محيط القاعده في الارتفاع، يعني هذه الثانيه محيط نتاع القاعده، المحيط نتاع القاعده نتاع واحده من قاعده الصوص معناها السفليه العلويه، تحسب المحيط نتاعها وتضربها في الارتفاع. هذه استعملتها كطريقه اولى. يعني شنو عملت محيط القاعدة، محيط القاعدة باش نحط قدامي الشكل باش نجمو تفهموا انتم في نفس الوقت. هي عندي هنا محيط القاعدة، محيط القاعدة اللي هي خذيت القاعدة هذه باش نعمل 3 سنتيم المحيط باش نجمع الاضلاع نتاع المثلث، 3 سنتيم مع 4 سنتيم وهذه 5 سنتيم خاطر هي ديجا ملوطة 5 سنتيم، هكا 3 مع 4 سنتيم مع 5 سنتيم، دونك كيف تجمعهم باش تلقاهم 12 سنتيم. باهي المساحة الجانبية، المساحة الجانبية هنايا واضحة كما عطيتكم محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة طلعته اللي هو 12 باش نضربه في الارتفاع، فينو الارتفاع؟ هو الارتفاع اللي هو 3.5، يعني 12 في 3.5 كي نضربهم في بعضهم باش يجوني 42 سنتيمتر بالطبيعة مربع على خاطر هي مساحة. نتعدى توا هذيك استعملتها خذيتها كطريقة أولى، نتعدى توا للطريقة الثانية اللي باش كيفاش باش نستعمل فيها القاعدة هذه الأولى، أنا عكستهم راه هذاك علاش باش نستعمل فيها القاعدة الأولى اللي هي مجموع مساحات أوجه الجانبي، يعني المساحات نتاع الأوجه هذه ما عندها مساحة وهذه مساحة وهذه مساحة باش تجمع المساحات. المساحة الجانبية هذيك سي بون حسبناها باهي نتاع هذيك مساحة الوجه الأول، المساحة نتاع الوجه هذي الأول. باهي كيفاش باش نحسب؟ عندي 4 سنتيمتر معها 3.5 سنتيمتر هي تساوي 14 سنتيمتر، ها باش نفسر لكم أكثر. باهي باش نحسب المساحة نتاع المربع هذي، هاهو هذا هاهو هذايا الكل مربع هذي كل شطر بالبرقداني وشطر بالابيض، هذاك هو اللي باش نحسبو. باهي هذا باش نحسبو، ها هو هاكا 4 سنتيم، اي نحنا نعرفو اللي المساحة هي طول في العرض، ما بالطبيعة قواعد من الابتدائي، هذه معلومات تجيو بها من الابتدائي. باهي باش نضرب هذي في هذي، هاكا 4 في 3.5 خاطر هذه 3.5 هذه 3.5، 4 في 3.5 هاك 4 في 3.5 جاتني 14 سنتيمتر، هذيا هاكا حطيتها لكم بالموفة توا بعد نفسر لكم علاش. مساحة الوجه الثاني، هذايا الوجه الثاني كيفاش تحسب مساحته؟ هذيك 5 سنتيم، 5 سنتيمتر انت باش تحسب هذيا باش تعمل عندك 5 وعندك من هنيكيا 3، 5 في 3 معناه الا هاي الوجه الثاني 3.5 في 5، عفوا هنا 3.5 خاطر انا حسبت هذيا مش هذيا، هذيا هو 2 هذا 3 تو نجيو هذاك راه خليني في هذا باش نعمل انت توا 3.5 استضربها في 5 باش يجيك 17.5 سنتيم. الوجه الثالث كذلك باش تضرب طول في العرض 3.5 في 3 بيجيك 10.5 سنتيمتر مربع، هذه أخضر هذه أزرق وهذه موف. المساحة الجانبية، المساحة الجانبية اللي هي مجموع مساحتها هي القاعدة تو بعد نشوفوه، هي مجموع مساحته الجانبية ومساحتي
قاعدتي ب يعني لهنا هاكا عندي كلي بالموف كتبتها بالموف 14 سنتيمتر جا حسبت انا راهو 17.5 سنتيمتر مربع بالطبيعة و 10.5 سنتيمتر يجيك 42 سنتيمتر مربع كيما النتيجة هذه. إذا كان جاتك النتيجة هذه كيما هذه أعرف راك أعرف روحك راك صحيح. نتعدى توا عندي عموما. عموما المساحة الجانبية لمنشور قائم هي تساوي مجموع مساحات أوجهه الجانبي. المساحة الجانبية نتاع منشور قائم هي مجموع مساحات أوجهه الجانبي كما هناكي. هاكا عندي مساحة الوجه الأول والثاني والثالث، جمعت المساحة نتاع الأوجه الجانبية نتاعه بشنو عطتني؟ عطتني المساحة الجانبية نتاع منشور القائم هكا. أي المساحة الجانبية لمنشور قائم هي تساوي جزء محيط إحدى قاعدتيه في ارتفاعه. مفهومة؟ أو باس به جي من لهنا. شنو مطلب مني؟ بالنسبة لأنشر هذا المجسم، أنشر هذا المجسم